التجارة هنا قبل أن ننتقل إلى منطقة مطعم في الولاية نفسها. نرجع إليك ونشاهد أعماله الأخيرة كمان يوسف ثم المعلق قبل أن نواصل حوارنا لو سمحت. خليل علي قد اسمه ذلك بين الثمن للشوكان في بيروت. أقام عدة معارض سنية لكنه اختار السفر إلى الولايات المتحدة. بعد ما تعرفت على زوجتي وأخذنا مثلا على بلد الأم. Originally it was for me, I think, because I had been to the United States, come home, but also again because we both wanted to be here as well. لكن ماذا أعطى الفنان المكان الجديد؟ عمالقة الرسام اللبناني المسلم كيف استقبلت في الولايات المتحدة؟ عادة ما بتعرف شو مدينة الواحد هون الاستقرار معه بزنس والعلاقات الاجتماعية ممكن تاخذ كثير وقت لحتى تعرف شو مدينة الواحد. حين وصلنا إلى بنسلفانيا كانت زوجته الأمريكية تتحضر لافتتاح معرضها كمصممة أزياء. كمان يوسف تعليقك على رفوتات وأعمال رسام لبناني. يمكن أنا تعرفت عليه في هذا الوقت والمجال في فيه هو راح مثل نورو كان في الجورنال. نعم.
وكان احنا فيها اعتقد انه ما كانت عندي كثير عبر انا وشي نور بعد ولا خالص يعني هناك كثير من هذا